احنا كنا نبيع ايه ده؟ لا انتيكا ده. علي هنا علي هنا طب اتحقق علينا احنا خليك مع الروبوت ده. لا انتيكا بالله عليك. لا انتيكا الروبوت انتيكا ايه ده؟ الروبوت انتيكا انا في سوق الانتيكا في مصر في جمال عبد الناصر. تنزل المحطة جمال عبد الناصر تسأل فين سوق الانتيكا 1000 جنيه هيدلك. هو عند ديانا بالاس يعني لسه برضه فين ديانا بالاس لو انت تايه محدش عارف يقول لك فين سوق الانتيكا قول لهم فين ديانا بالاس كتير جدا هيقولوا لك برضه فين ديانا بالاس او سويدي في شركه اسمها شركه السويدي للكابلات الكهربائيه اعمال السويدي. ايه دي الدكان دي؟ اللي هي الميل ده عاملين 1500 جنيه تمر خفيف. شوف يا باشا داني انا صعب هنا ليه انت عايزاها يا باشا؟ وال 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 اللي هو الارض الكبير ده عامل 2000 شبونز عامل 2000 الأسعار هنا متفاوتة. إيه؟ الأسعار هنا متفاوتة. حلوة. لا في حاجات غالية قوي هناك ما أعرفش إزاي. بص أقول لك على حاجة. كل ده كده أغلبيته كده نازل جديد. كله نازل جديد. هنا القديم. مش كله هنا قديم برضه. في قديم. هذه طعم. صينية. الصينية بس؟ صينية بالطقم. بقول لك طقم بس. يا أنا عايز معلش أمس بجرب. بص الرسمه حلوه والله 300 الرسمه واللي جنبها 300 برضو الراجل عجوز الراجل ده فين بقى ده الراجل في جنب يا استاذ ورا الرسمه انت شغال الراجل ده اللي تحت ولا اللي فوق فين بكام الراديو هناك اللي هو اللي ورا الصوره ده مش ده شويه يا ابراهيم ده هو راديو كبير الاسطوانه ده عامل 2000 شغال ده ولا ايه شغال راديو شغال راديو الابره دي بايظه ده عامل 2000 جنيه الراديو اللي هناك ده يا يحيى خليك معايا صار الانتيكا هنا في مصر طبعا اي حاجه هتيجي تشتريها لازم في مصر اتفضل يا استاذ دي كام دي؟ لا بقولش على اسعار بس كنا بنستحمى هات وش ده كان بيستحمى فيه مش متخافش ده كنا بنستحمى فيه زمان كانت العروسه المصريه لازم تجيب ثلاثه واحد للبسكوت والكسكسي والحاجات الحلوه واحد لغسيل المواعين واحد للحموم واحد بيعمل فيه حلويات كانت العروسه المصريه بتدوب سنه 20 وسنه 30 من القرن الماضي عدى 100 سنه يا فندم خالد عشان يقول انا قناتي على اليوتيوب اسمها محمود فهمي النحاس القديم محمود فهمي النحاس القديم عليها حاجات بقى زي كده حضرتك وحاجات جميله جدا جدا محمود فهمي النحاس القديم على اليوتيوب واحنا بنيجي يوم السبت شايف احمد الدين ممكن تيجي تخش من 26 يوليو او من نجيب الريحاني او علي الكسار يوم السبت بس ماشي نفرش هنا ايه ده دي فلوس ديت ولا غلطان؟ فلوس تعالى فلوس الماني اهي ده ربع جنيه مصري؟ طب كام ده؟ ده بص على اسعاره بكام لحظه لحظه الطاووس دي؟ 1000 جنيه 1000 جنيه 1000 جنيه بس 1000 جنيه كتير يعني لو اختلف محمد هذا الواحد طول بقى 1000 جنيه طيب اما انت خسرت دي عمله حقيقيه دي ولا غلطان؟ عمله حقيقيه؟ لا تعالى يا بنات ايه ده دي فلوس حقيقيه؟
بكام الواحدة؟ عندي ال 51. الواحدة دي ب 50؟ فين الورقة دي؟ ده ربع جنيه، ده 50 جنيه. طبعا احنا مش عارفين نصور المكان كله في الشارع عشان ناس كتير جدا ماشية. بص المنظر عليه، بص المنظر عامل ازاي، ناس كتير جدا مش هينفع نصور الشارع. قول له بقى هاي ممكن عندي؟ الله يخليك، شكرا. ثلاثة اللي تحت، واحد اللي متغلب عامل 700. بكام لحظة لوحة الطاووس دي؟ 1000 جنيه. 1000 جنيه؟ 1000 جنيه اه. بس 1000 جنيه كتير يعني. لو احترف محمد هتبقى 1000 جنيه. هتبقى لوحة الطاووس ب 1000 جنيه. طب يا عم انت لو خسرت